Mexico. Mexico. Kuwait. Kuwait. Canada. Canada. اليوم مدرستنا مدرسة حليمة سعدية للبنات إدارة وأعضاء هيئة تدريسية وطالبات بإنجاز عالمي هو مشروع السلام العالمي، فقد حصلت مدرستنا على شهادة اعتراف من جامعة طوكيو في اليابان، وذلك بتميز طالبات نادي اللغة الإنجليزية في مدرستنا وبأشراف المعلمة المتميزة أسماء مصطفى الذي نعتز ونفتخر بوجودها بيننا وبكونها معلمة في مدرستنا. أثناء فعاليات مبادرة I Believe I Can Fly التي أطلقتها من مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات لتجوب بلاد العالم، قابلتنا معلمة من United States of America وأستاذ من سريلانكا، وبدعوة كريمة منهم أثبتنا وجودنا على خريطة العالم على جوجل برمز حمامة السلام، كانت بتعبر عن انبثاق السلام من دولة فلسطين لكل دول العالم. فلسطين هي بلد السلام، إحنا بننشر رسالتنا لكل العالم يعرف أن فلسطين هي بلد السلام. طالبات تعلموا في هذه الأنشودة أنهم يكتبوا، ليس فقط يتلقوا كلمات أنشودة، كتبوا معايا ولحناها. تعلمنا مع المس أسمع هذه الأغنية، لحناها وزنا أغنيها كتبناها مع بعض وسجلناها، وظهرت برمز حمامة السلام فيديو مسجل على خريطة العالم على خريطة جوجل. بنفس اللحظة بغني هذه الأغنية طلاب من كافة دول العالم بنفس عمر طالبات. رفعنا علم فلسطين بنص بوسط الخريطة من مدرسة حليمة السعدية. بعمل على تحبيب الطالبات في اللغة الإنجليزية كمادة دراسية من خلال أنشطة للتعليم الممتع والتعلم النشط، كان من ضمنها تعليم اللغة الإنجليزية بالأناشيد. تعلمنا في الأناشيد مفردات جديدة سهلت علينا اللغة الإنجليزية. خلال 4 أيام تم إنجاز المشروع الأنشودة، فيما يعني أقراننا في دول أخرى أخذت معهم أشهر، وهذا يدل على إنجاز سريع لمدرسة حليمة السعدية يسجل على المستوى العالمي. هذه الأغنية بتعبر عن كثير أشياء، بتعبر عن السلام، علمتنا كثير أشياء، وأنا فخورة كثير إنه أنا هلأ مع المس أسمى. أدوار متكاملة يقوم بها طاقم مدرسة حليمة السعدية بالكامل، يبدأ بالإدارة المدرسية حيث منحتنا مديرة المدرسة أستاذة فاطمة أبو الكاس كل الثقة والاهتمام لتنفيذ فعاليات المشاريع المحلية والعالمية. بوجهنا رسالة شكر وبشكرها جدا على دعمها للمعلمين المتميزين المبادرين. الشكر موصول لمديرية التربية والتعليم شمال غزة بكافة كوادرها التي منحتنا الاهتمام والمتابعة أول بأول، والتكريمات متتالية لمدرسة حليمة السعدية. كما أشكر الإعلام المدرسي في مدرسة حليمة السعدية والذي يعني اهتم جدا بتسليط الضوء على الأعمال النوعية التي تقدمها هذه المدرسة. معا نكبر معا وسويا وإن شاء الله إلى مستقبل أفضل. نسأل الله لصرفنا العظيم مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات ومديريتنا مديرية التربية والتعليم شمال غزة مزيدا من التقدم والإبداعات والتميز بإذن الله تعالى.